حررنا المرأة ومرهنين في المستقبل على المرأة، وهذا اللي جاب مستقبل تونس، وهذا جاب الاستقرار. قانون منع العنف ضد النساء، ونحن قمنا بجهد كبير في إقراره، نعتبر هذه محطة كبيرة أيضا في تفعيل دور المرأة في التنمية. ما عنديش فرق ما بين المغطي راسه واللي عريان، الكلهم توانسه وباهين، وان شاء الله ربي يعاونهم، ونحن ماشيين الى الامام. لا افهم ولا اقبل ان تمنع فتاه منقبه من اجتياز الامتحانات الجامعيه، وان نرتهن حسن سير هذه الامتحانات. نحن عندنا في تونس يمكن 10% متحجبات، وضد ومع ذلك السلطه تطاردهم وهن مصرات على ذلك. اعتبر ان نجاحنا اكبر، لأنه ثم 10% يتحجبوا قناعة، بينما هناك 100% أو أقل من ذلك يتحجبن تحت ضغط السلطة. علاش باش نقول لك؟ ما كلها امرأة